اولا سعداء جدا بالتواجد في مقاطعه الفيدا. كانت اجواء جميله، اجواء يسودها الاحتفاء والاحتفال وايضا تثمين التراث. واختيارنا لمقاطعه الفيدا جاء من قناعه ان هذه المقاطعه عريقه، مقاطعه قديمه، مقاطعه كتزخر بالطاقات وايضا بالمبدعين سواء كانوا فنانين مبدعين في جميع المجالات. حنايا كيف ما قلت سعداء بهذه الشراكه، هذه هي غادي تاخذ كاع جميع المستويات ديالها على مستوى التنشيط الثقافي وايضا على مستوى البنيه الثقافيه المتواجده في تراب الفداء. غادي يكون تعاون ما بيناتنا وما بين المقاطعه في وضع برنامج مشترك فيه مسرح، فيه فنون تشكيليه، فيه موسيقى وايضا في التراث والكتاب. وان شاء الله غادي تكون تظاهرات اللي غادي تبرز واحد المحطه مهمه من تاريخ المديريه الجهويه. لا في الحقيقه ما كانش غير التراث ديال العلوه، هو حاولنا يكون تراث متنوع لان الجهه غنيه بالتراث ديالها كيف ما كتعرفوا، فيها اقاليم ديال سطات، ديال بن سليمان، ديال جديده، ديال ازموت، ديال بن نور، غادي يحتربوا زنيقه. فحاولنا ندير واحد المزيج ما بين التراث كامل ديال الجهه ونبرزوا اهم المحطات اللي كاينه فيه، مثلا الوتار والعلوه كاين في الشاويه، كاين العيطه هنايا في الدار البيضاء، كاين المجموعات الغوانيه. يعني حاولنا يكون واحد الموزايك ديال التراث اللامادي. ان شاء الله لينا لقاء في العديد من المهرجانات، غادي نغنيو بهم ان شاء الله جهه الدار البيضاء سطات، وغادي نحاولوا نغطيو تراب الجهه كامله، ماشي فقط تراب، ماشي فقط المقاطعه ديال الفيدا، ولكن غادي يكون ان شاء الله في الجهه كامله. محمد قليوين رئيس مقاطعه الفيدا، لما كما كتشوفوا في شراكه طبعا الحال مع المديريه الجهويه للثقافه بجهه الدار البيضاء سطات، وكذلك مع المحافظه الجهويه للتراث الثقافي. مقاطعه الفيدا ارتأت الى انها تحتفل مع الشريك الاساسي والمنظم الاول اللي هو المحافظه الجهويه للتراث الثقافي تحت الشعار الملتقى الجهوي الثاني بلادي بلاد الخير تراثها ما تنسى للغير. اكيد حنايا كمقاطعه عملنا معهم هو اولا تكريس الحقيقه الواقعيه اللي هي اعاده الاعتبار للتراث اللامادي واعاده الاعتبار للتراث المغربي وكذلك للاغنيه المغربيه، من خلال ان اليوم نكرم ظاهره المجموعات، وظاهره المجموعات بطبيعه الحال مشكوره المحافظه اللي فكرت فيهم. واكيد اليوم حنايا بفرح عميق داخل مقاطعه الفيدا كما وعدنا السكان باننا ننسق مع جميع المؤسسات الخارجيه، اليوم وزاره الثقافه والمحافظه ديال التراث، واكيد كلنا عمل من اجل احياء التراث اللامادي واعطاء اشعاع اكبر كذلك للشباب ديال المنطقه باش تعرفوا على التراث ديالنا والاكل ديالنا والطيور وكذلك هذيك القوافل القديمه كيفاش كتتم، وكذلك حتى بالنسبه للقلاع، سوق قلاع في المعرض وكان متميز. شكرا للمؤسسه التعليميه اللي ساهمت معنا كذلك في الكرنفال اللي كان ناجح. شكرا للسيد عامر عماد بقاطعة الفيدا اللي ساهم معنا اكبر في تشجيع هذا اللقاء. وكالملتقى الثاني الله اليوم ان شاء الله انطلاقه كما شفتوا، راه انطلاقه حافله الحمد لله، راه برامج متنوعه، الكرنفال كان هائل، زعما المسرح ما سخيناش بالبهله، ما سخيناش بنحدو، تبارك الله عليه الفنان ديالنا المقتدر، الفنانه كاملين، يعني الناس بان لي بان الناس متجاوبين، عرفوا ان هناك احتفال بالتراث. وكنشكروا السيد الوزير على هذه البادره لانه هو اللي مكننا من الامكانيات خلال اطلاقه البرنامج التراث شهر التراث من 18 ابريل 18 ماي، وحنا اختارينا نديروا ملتقى وليس فقط ندوات متفرقه لكي يكون له وقع اكثر. التراث الشعبي المغربي الاصيل هو تراثنا، كنحافظوا عليه، لهذا انا كنركز عليه في البرنامج كيكون حاضر. مثلا عندي هنا قمت باحضار عبيدات المول بهله ديال سطات، وبالاضافه الى فن المنحون الى يعني فقرات الاخرى. مثلا في سطات كاين هناك فرقه عبيدات الرما، وجديدة كاين فرقه عبيدات الرما مع الخيل، مع هذو نفس الديكور، يعني رقص على الخيل في دار الشافعي، نفس الشيء فرقه محليه بن سليمان، فرقة محلية تراثية، يا إما بهال العبيد، لأن هذا هو تراث الشاوية. حنا كنتعرفو بلادنا بلاد الخير وتراثها ما يتنسى بالغير. كونوا جود والكرم ولكن حافظوا على تراثكم، ما نسلموهش للغير ونحافظوا عليه باش ما يتمش السرقة ديالو والقرصنة ديالو. وكلنا تراث، وكل عام وتراثنا بألف خير.